عمليه التيرمينيشن بتاعت الانسبيريشن بتعتمد على الفاريبل اللي كنا سميناها السايكل فاريبل. السايكل فاريبل بيسكلي هو الفاريبل اللي انا بقيسه، وعن طريقه عن طريق ما يوصل لليفل معين بحدد امتى انهي عمليه الانسبيريشن. طبعا احنا كنا اتكلمنا هو نفس الفاريبل ده، هو الكنترول فاريبل، هو ممكن يكون فوليوم كنترولد او فوليوم سايكلد او تايم سايكلد او فلو سايكلد او بريشر سايكلد. عشان اتخيل الحاجه دي، لو احنا بنتكلم على الكيرف بتاع الريسبيريشن بنتكلم عليه، ممكن نشوفه في فوليوم بريشر كيرف. اوكي، فوليوم فيرسس بريشر. انا ببتدي من نقطه معينه بيبقى فيها الفوليوم قليل والبريشر داخل اللانجز بيبقى قليل، وبوصل في اخر الانسبيريشن يبقى الفوليوم كبير والبريشر داخل اللانجز كبير. ممكن اعمل الكلام ده عن طريق ان انا اعلي الفوليوم، يعني اكنترول الفوليوم بحيث ان انا اوصل للنقطه دي. وانس ان انا وصلت النقطه دي خلاص انا ببقى وصلت لنقطه البريشر المقابله ليها، او ممكن ان انا اعلي البريشر عشان اوصل للنقطه دي، وبالتالي وانس ان انا وصلت للبريشر في النقطه دي هو اوريدي الفوليوم بتاعه المقابل ليه بيبقى هو نفس النقطه دي. يعني في الاخر انا بوصل بمشي على نفس الكيرف تقريبا، بيبقى في اختلاف صغير طبعا حسب انا بمشي ازاي بالنسبه للفوليوم بالنسبه للبريشر، حسب الويف فورم بتاعتهم عامله ازاي، بس ايفينشولي انا ببتدي من النقطه اللي هنا دي كده وبنتهي بالنقطه اللي هنا دي كده. ممكن امشي بيها عن طريق ان انا اتحكم في الفوليوم او اتحكم في البريشر، زي ما انا كنت بتكلم اكني بشحن كاباستور، والكاباستور ده بشحنه لفولتج معين، والكلام ده ممكن اعمله عن طريق ان انا احط فولتج سورس او احط كارنت سورس. فبالتالي انا بقيس الفولتج اللي على ممكن اقيس الفولتج او اقيس التشارج، الفولتج مقابل للبريشر او التشارج المقابل للفوليوم، وبالتالي بحدد نهايه مرحله الانسبيريشن عن طريق ان انا اوصل للتارجت اللي انا عايزه بالنسبه للفوليوم او بالنسبه للبريشر. ممكن طبعا الكلام ده يتعمل في بعض الاحيان ان هو يبقى تايم سايكل، يبقى في عندي انسبيريشن لوقت معين زي ما يكون بقى فيه الفوليوم ما يفرقش، والفوليوم والبريشر. وبنفس الكلام بالنسبه لل ممكن اعمل الكلام ده برضو بالنسبه للفلو، الفلو طبعا ريليتد للفوليوم فممكن يبقى فيه ليه علاقه شويه بالفوليوم، بس بالنسبه للتايم بيبقى فيه عندي عمليه الانسبيريشن والاكسبيريشن بتبقى عمليه بيريوديك ملهاش اي علاقه خالص بالبريشر والفوليوم اللي موجودين داخل الجسم.